الجيش السوري يتقدم على محاور الخالدية في مدينة حمص، أحد أهم معاقل المسلحين في المدينة. كاميرا الأم بي إن دخلت حي الخالدية. من وين جاي؟ من وادي السايح. وادي السايح صارت بإيد الجيش؟ نعم. لا شو كان فيها؟ فيها إرهاب، مليان إرهاب، بس بإذن الله بهمة هالرجال الأبطال بإذن الله منصور. تم السيطرة على وادي السايح بشكل تام؟ نعم بشكل جيد. وهلا وين المعارك؟ نعم هلا وين وين المعارك بين المسلحين؟ بقى عند الحميدية، قفا الحميدية بلدية. وإلى الخالدية في مدينة حمص توجهنا. المشهد هنا يعكس حجم المعارك الدائرة بين المجموعات المسلحة والجيش السوري الذي بدأ عملية عسكرية واسعة داخل آخر الأحياء التي يسيطر عليها المسلحون. نحن هنا داخل حي الخالدية، لا تزال مجموعات المسلحة تسيطر على القسم الثاني من هذا الحي. يتم اقتحام الأحياء من قبل الجيش السوري حي بعد حي، ومن ثم يتمركز الجيش السوري ضمن تحصينات داخل هذه الأحياء. ومن هنا أيضا نرى أن هذا هو خط تماس آخر. أيضا الجيش السوري بني هذا الخط منذ ساعات فقط. عندما سيطر على هذا الحي، تقدم باتجاه هذا الحي المجموعات المسلحة في المقلب الآخر من هذا الساتر، ويعني باتجاه شارع القاهرة وجامع النور. وهكذا تدور المعارك، معارك كر وفر، سيطر على شارع بعد شارع. إذا هنا نرى آثار المعارك الضارية التي دارت خلال الساعات الماضية بين الجيش السوري، بين قوات الجيش السوري والمسلحين. وحدات الجيش السوري ولجان الدفاع الوطني أحرزت تقدما نوعيا خلال الساعات الماضية باتجاه حي الخالدية من عدة محاور، باب هود، الحميدية، وادي السايح، والوعر القديم. هنا الشارع للمجموعات المسلحة، وهذا الشارع للجيش السوري، ويتم التقدم شارع بعد شارع، لأن هذه الأحياء هي بمنتهى الحساسية، هي مدينة وليس فيها مساحات شاسعة. إذا نرى هنا إحدى الجثث التابعة للمسلحين داخل حي الخالدية، وهي ليست الجثة الوحيدة، هناك العشرات منها تحت الركام. الجيش السوري ركز ضرباته على مواقع المسلحين داخل شوارع الخالدية، واستطاع السيطرة على أبنية وأبراج عديدة منها، ودمر تحصيناتهم على خطوط الدفاع الأولى ضمن خطة تضييق الخناق على مراكز تواجدهم. في هذا الشارع، شارع القاهرة في الخالدية، كانت حمص تعيش أحلى أيامها ولياليها. المجموعات المسلحة حولت هذا الشارع إلى خط تماس دام، وغيرت معالمه وفرزت الطوائف في مدينة حمص. الآن هذه هي بيوت المسلحين، وعلى بعد أمتار بعد التحصينات متاريسهم في الداخل. لا يزالون يقاتلون حتى الرمق الأخير، ولكنهم شرفوا على النهاية. من شارع قاهرة في الخالدية، عصام محمد، حسين مدبوح، ليندا مشلب، NBN.